نتوكل ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم في هذا اليوم المبارك يوم السبت والرابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2022 للميلاد، بانطلاقة اسبوعنا الثاني لسن الكبار، وهذا اليوم الخاص ايضا بثنايا ابناء القبائل، حيث ننطلق هنا في عاصمة الميادين عبر هذا البث الحي والمباشر من قناة ياس الرياضية، الشريك الاعلامي والناقل الحصري لرياضتنا العربية الاصلية. على بركة الله ينطلق أول أشواط الأبكار الثنايا المحليات الأصايل من خلال أيضا 16 شوطا رصدت في هذا الصباح، توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل، ومن ضمنها هناك أشواط خاصة بفئة الانتاج والمنتجين. مباشرة إلى الصدارة شواهين على المركز الأول، ياتي هزاع بن غلام بن موسى البلوشي يقدم لنا شواهين، بينما المركز الثاني النصيبة لسعادة حميد بن سعيد النيادي يتقدم من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات. الوصول أيضا هناك من صدفة خليفة بن محمد بن الويع الخيالي يتقدم من خلال صدفة، ولكن اللي تدخلت اللي وصلت هذه اللحظات اللي تقدمت جموح الشاعر مبارك بن حمد بالعود العامري، مرحبا بهذا الشعار وبجميع الشعارات. ايضا يتقدم في هذه اللحظات مع جموح علم الغنيمة ايضا يأتي بهذه الابيات الرائعة والجميلة اللي دائما يأتي بكل ما هو جديد هنا من خلال هذا الأداء المتميز هنا. مشاهدين الأعزاء، علم الغنيمة والفخر نلفيه بقال وخبر الحياة والطيبين يبان، ما شاء الله عيال زايد واسمه ماريبة لصكت الحلقة على الأبطان. شكرا يا بالعود على هذه الكلمات الطيبة الجميلة وبالمشاركة الرائعة هنا أيضا في عالم سباقات الهجن. نسير مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات. وصلت أيضا هناك بدخولها الجميل هذه أيضا وثباوية القادمة من خلال شعار المنصوري، هذه شواهين راشد بسلطان بن عوش المنصوري يتقدم من خلال هذه المنافسة والتحديات. يا سلام، أول الأشواط، اول الاشواط واول ايضا شوط المحليات، لمن يا ترى هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. ايضا الوصول من الدفعة الثانية في المركز السادس القادمة هنا اللي هي الشاهينية، حي بن محمد بن حي الهاملي وصل الهاملي، والوصول الاخر ايضا من شعار سعد حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا النصيبة، بينما اللي في المقدمة هي روعة وصلت في هذه اللحظات اللي هي مشغلة سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة، والدخول ايضا من غنادير راشد بن عبيد بالهلي الهايري وصل في هذه اللحظات ليقدم لنا هذا الشعار الغني عن التعريف وعاشق السلالة الصغانية. نتقدم هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام من خلال هذه المنافسة ومن خلال هذه التحديات. يا سلام، هذا الاداء المتميز الجميل الرائع، الصدارة وين؟ الصدارة ما زال بن غلام، ولكن الشعار الاتحادي من السياج الخارجي يتقدم مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام ليقدم لنا هذه الدرر، ليقدم لنا هذه النجومية بشعاره المتعود دائما وابدا على الفوز والانتصارات، روعة سعد حميد بن سعيد النيادي، ولكن بن عوشة يقدم لنا مجموعة من الشواهين. ايضا راشد بن سلطان بن عوشة المنصوري بدأ يغير الى الصدارة، وبن غلام يقدم شواهين
هزاع بن غلام بن موسى البلوشي يتقدم في هذه اللحظات ياخذ المركز الثالث. ايضا هنا ياتي مع صدفه خليفه بن محمد بلويع، بلويع يتقدم مشاهدينا الاعزاء على المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، جموح مبارك بن حمد بالعود العامر الشاعر ياتي مع جموح بهذه المشاركه في هذا الموسم، ونتمنى له التوفيق باذن الله تعالى. هذه الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز المتقدمه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. نعود الى الصداره، نعود ونذكر بان هذه لائحه الاثنين كيلومترات المتبقيه عن خط النهايه، اثنين كيلومترات المتبقيه عن خط النهايه. بهذا الاداء شواهين بن عوشه بن عوشه يقدم هذه السيمفونيه الرائعه مع راشد وسلطان بن سيف بن عوشه المنصوري، ومع شواهين يتقدم من خلال هذه المنافسه. ولكن روعه في المركز الثاني، روعة في المركز الثاني، سعد حميد بن سعيد النيادي يقدم لنا روعة. وصلت هذه اللي هي شواهين، هزاع بن غلام بن موسى البلوشي وصل، وصل هزاع وعاد مرة أخرى لصلب المنافسة. الثلاث المراكز الأولى، الثلاث المراكز المتقدمة في أول الأشواط، كيلو ونص الكيلو المتبقي، 1500 متر. هنا وصلت صدفة خليفة بن محمد بلويع الخيالي، وصلت جموح مبارك بالعود العامري. الدخول بسم الله ما شاء الله، هذه اللي خالطت علينا في الضباب الشاهينية، حجي بن محمد بن حجي الهاملي، وصل الهاملي، وصل الهاملي، ولكن نصيبه سعد حميد بن سعيد النيادي قادمة ايضا بكل اداء، والوصول ايضا من خلال تواجد اللي هي مشغلة سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة، وصل العذبة. ولكن نعود الى مقدمة الشوطة، نعود الى مقدمة الشوطة. 1200 بدأنا ندشن الكيلومتر الاخير، بدانا نقترب من كيلو الحسم، بدانا نقترب من كيلو الحسم. الكيلو الاخير، الكيلو المثير، الكيلو المثير. بن عوشه، بن عوشه على الصداره، بن عوشه على المركز الاول، يقدم انطلاقه شواهين، ياتي مع ايضا هناك راشد بن سلطان بن سيف بن عوشه المنصوري على المركز الاول. بن غلام وجماهيره، بن غلام وجماهيره مع شواهين، هزاع بن غلام بن موسى البلوشي. ولكن الوصول من الشاهينيه، حجي بن محمد بن حجي الهاملي، وصل الهاملي، ولكن غادر بن عوشه في الامتار الاخيره، الكيلومتر الاخير. دخلنا اجواء، في اجواء الضباب، شوط الضباب، وبن عوشة على الصدارة، بن عوشة على المركز الاول. راعي نيران احد الاسماء الرنانة وهملولة لعلها الابرز ايضا من خلال هذه التحديات ال 500 متر الاخيرة. شواهين بن عوشة المشاكس يقدمها، ايضا سلطان بن سيف او سلطان بن راشد بن عوشة، احد شبابنا المضمرين المدربين الممتعين دائما في الاداء وفي الشوط الاول، من خلال تقديم شواهين. راشد بن سلطان بن سيف بن عوش المنصوري، سلام على هذا الاداء المميز، وسلام للوثبة، سلام. اول اشواط ايضا الابكار هنا يذهب مع بن عوشة ومع شواهين ومع هذا الشوط الرئيسي، وايضا اسبوعنا الثاني لسن الكبار في هذا الموسم. يتوج بن عوشة على ظهر شواهين، تهانينا والناموس ولحظات الوصول مع خط النهايه. بينما المركز الثاني هناك مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هذه شواهين هزاع بن غلام بن موسى البلوشي، المركز الثالث وصلت فيها شاهينيه حجي بن محمد بن حجي الهاملي، المركز الرابع الوصول في رابع المراكز النصيبه سعد حميد بن سعيد النيادي، خامسا مشغلة سالم بن خجيم بن سالم بن عايض العذبة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات الفوز الذي قدمته شواهين لراشد بن سلطان بن سيف بن عوشة المنصوري على هذا الفوز والانتصار، حيث قطعت مسافة ايضا الخمسة كيلومترات مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، في انطلاقة مميزة، في تحدي مثير للغاية هنا من خلال هذه المنافسة. 7:53 وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل والرائع. المركز الثاني شواهين هزاع بن غلام بن موسى البلوشي، قدم لنا نجومية رائعة واداء متميز من خلال ايضا توقيت شواهين بالمركز الثاني ب7 دقائق. وايضا هناك مشاهدين الاعزاء 57 ثانية، 3 اجزاء من الثانية، بينما حلت الشاهينية حجي بن محمد بن حجي الهاملي في المركز الثالث وقطعت مسافة السباق
السباق هنا في ايضا 7 دقائق و59 ثانية واربع اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس اول اشواط هذا الصباح، اول اشواط الضباب يذهب مع شواهين راشد بسلطان بسيف بن عوش المنصوري، ويتوج باول اشواط هذا الصباح ليهدي ايضا النواميس لاهالي الوثبة. بسم الله.